أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بالعناوين. مقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين في تفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية في عدن. الحكومة حقنا ولا حصلت منها أي شيء. احتجاجات لجرحى تعز تندد بالإهمال المتعمد من قبل الحكومة والتحالف. عروض بحرية ورقصات شعبية في مهرجان البلدة السياحي بالمكلا. أهلا بكم. قتل 4 جنود وأصيب 6 آخرون في تفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية في مدينة عدن. وقال المتحدث باسم شرطة عدن إن انتحاريا هجم نقطة أمنية في منطقة كالتكس بمديرية المنصورة، ما أسفر عن مقتل 4 من أفراد الأمن وإصابة 6 آخرين. وأوضح المتحدث أن الانتحاري كان يرتدي زيا عسكريا. الصورة في عدن تبدو هكذا. أصوات الانفجارات والإسعافات هي أكثر ما يمكن سماعه في المدينة التي كانت تعتبر مدينة للسلام. تثير الانفجارات التي تحدث تساؤلات عدة حول الجهة التي تقف خلفها وسط مخاوف المواطنين من استمرارها وتعطيلها للحياة المدنية في العاصمة المؤقتة. حوادث عديدة راح ضحيتها عدد كبير من المسؤولين، أبرزهم المحافظ السابق جعفر محمد سعد الذي تم اغتياله في ديسمبر الماضي. هجوم جديد استهدف نقطة لقوات الأمن في جولة كالتكس في مديرية المنصورة أسفر عن مقتل 4 جنود وجرح 6 آخرين، بعد أن استهدف انتحاري يرتدي حزاما ناسفا جنود الأمن أثناء تجمعهم لتناول وجبة الغداء. تعبت المدينة من حالة الفوضى والانفلات الأمني، وعانت الكثير من غياب الدولة التي لا تبدو في الأفق القريب ملامح قدرتها على الإمساك بالعملية الأمنية في ظل الانقسام المفضي إلى الفراغ. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من عدن مراسلنا أدم الحسامي. مرحبا بك أدم، وما الجديد لديك حول التفجير، وهل ما زالت قوات الأمن تطوق المكان؟ الحركة الطبيعية، حركة السير الطبيعية عادت إلى الجولة التي حدث فيها التفجير الانتحاري، ومع انتشار قوات الأمن الطريق طبعا هو يفصل بين جميع المديريات، وهو طريق حيوي لابد من استمرار الحركة فيه. نعم. بعد الاشتباكات وبعد ساعات من إغلاقه تم فتحه من جديد، ولا جديد حول العدد ارتفاع عدد الضحايا. فبحسب مصادر طبية وأيضا من أمن عدن 4 شهداء و6 جرحى إلى الآن. نعم، هل هنالك أي تفاصيل حول منفذ العملية والجهة التي تقف وراءها؟ هل هنالك أي معلومات حول تحقيقات الأولية؟ هل هنالك أصلا تحقيقات جرت في الموضوع؟ من الطبيعي بعد كل انفجار ينزل إلى مكان الحادث الجهات المختصة من تحريات وجهات تحقيقات، لكن هناك وسائل إعلام ووكالة تنسب إلى تنظيم الدولة داعش تبنت العملية حسب موقعهم الذي تتداوله الكثير من المواقع، بخصوص وهناك رواية لهذا الموقع أنه زرعت عبوة ناسفة و أدت إلى قتل 7 وإصابة 4. نعم. وهذه الرواية طبعا ليست محل ثقة. نعم، وصلت الفكرة آدم. إذن مراسلنا في عدن آدم الحسامي، شكرا جزيلا لك. في سياق آخر، قال ناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي إن المؤشرات الأولية للجولة الحالية لمباحثات السلام في الكويت لا تنبئ بأنها ستتمخض عن أي شيء مهم يصب في خانة إحلال السلام في اليمن. وأكد بادي في تصريحة صحفية أن الحكومة بدأت العمل على ترتيب أوضاع ما بعد الجولة الراهنة للمباحثات، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت بدراسة تطورات ما بعد مشاورات الكويت سواء أخرجت بنتائج إيجابية أم بنتائج سلبية والتي ستعني الانحياز للخيارات الأخرى.
وفي السياق ذاته قال مندوب اليمن في الأمم المتحدة خالد اليماني إن الحكومة لديها خيارات مفتوحة لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع. وأوضح اليماني أن الحكومة وضعت ضمن خياراتها المفتوحة العمل بكل السبل لهزيمة الانقلاب، إما عبر التفاوض تحت مظلة الأمم المتحدة أو مظلة إقليمية أو عبر هزيمة الانقلاب. وأضاف المندوب أن الحكومة لم تستنفد أدواتها لحل إشكالية اختطاف الدولة، مؤكدا أن الانقلاب سينتهي خلال هذا العام. من جانبه قال المتحدث باسم ميليشيا الحوثي ورئيس وفدها ألي المشاورات في مفاوضات الكويت محمد عبد السلام إن المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة لم تعد إلى نقطة الصفر فقط، بل عادت إلى ما وراء نقطة الصفر بحسب قوله. واستبعد عبد السلام في تصريحات صحفية الانسحاب من المدن أو تسليم السلاح، مؤكدا رفض جماعته لأي اتفاق قبل تشكيل الحكومة الائتلافية. في الكويت لم نعد إلى نقطة الصفر بل إلى ما قبلها بكثير، هكذا قال رئيس وفد الميليشيا إلى المحادثات، وهذا فعلا هو أقرب توصيف لما يحدث هناك. الاتفاقات والتطمينات التي بقي ولد الشيخ وزعها على الأطراف يبدو أنها في طريقها لتقضي على ما تبقى من ثقة بالمسار السياسي وتشكل سببا رئيسيا في فشل المحادثات. للأسف ليست عودة إلى نقطة الصفر بل عودة إلى ما وراء نقطة الصفر، هذا شيء مؤشر خطير جدا ونحن لا يمكن أن نقبل. المتحدث باسم الميليشيا ورئيس وفدها لمحادثات الكويت كان يتحدث عن الضمانات التي قدمها الوسيط الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد للوفد الحكومي، وصفها انقلابا صريحا، وهو ما يشير لأن ثمة اتفاقات غير معلنة عقدها ولد الشيخ مع وفد الميليشيا في وقت سابق تتعارض مع هذه الضمانات التي تشكل أرضية المحادثات السياسية في الكويت وفقا لقرارات مجلس الأمن. على مدى 3 أشهر كان الجدل يتركز حول نقطة البداية التي ستقود إلى الحل السياسي بعد 1.5 عام من الحرب. هل يبدأ بحكومة وحدة وطنية كما يطالب وفد الميليشيا أم بانسحاب الميليشيا وتسليم السلاح أولا كما تريد الحكومة مدعومة بالقرارات الأممية؟ هناك اتفاق على أرضية واضحة في تشكيل حكومة وحدة وطنية وقضايا سياسية معلومة وأننا سنأتي لاستكمالها. في هذه اللحظة انكشف حجم الهوة الفاصلة بين الرؤيتين، وظهر أن 3 أشهر من المحادثات لم تحدث أي اختراق في جدار الحل السياسي، مع خروج رئيس وفد الميليشيا معلنا رفضهم المطلق لأي من البندين باعتبار الانسحاب من المدن والمؤسسات تطهيرا عرقيا حسب قوله، وتسليم السلاح مستحيل. على جانب آخر كان عبد السلام يجدد تهديده للسعودية متوعدا بعودة المواجهات إلى المنطقة الحدودية في حال لم تتوقف غارات التحالف، وهو ما تبعه إعلان الميليشيا عن إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للحرس الوطني السعودي بمنطقة نجران. هي إذن العودة إلى الصفر بانتظار ما تحمل الأيام القادمة، أما المؤكد فهو أن الحل السياسي الذي ينتظره اليمنيون منذ أشهر لا يزال بعيدا جدا وربما لن يأتي. على صعيد متصل دعت اليابان الأطراف اليمنية إلى تحقيق اتفاق يدفع بالعملية السياسية باتجاه الاستقرار في اليمن. ورحب المتحدث باسم الخارجية اليابانية باستئناف مشاورات السلام اليمنية، مبديا استعداد بداده تقديم الدعم المستمر لجهود الوساطة الرامية لوضع حد للأزمة. وعبرت اليابان عن تطلعها لالتزام الأطراف اليمنية بالوقف الكامل للعمليات القتالية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية. إلى تعز حيث نفذ جرح الحرب وقفة احتجاجية تنديدا بالإهمال الذي يتعرضون له، وشارك في الوقفة الاحتجاجية بشارع جمال وسط المدينة العشرات من الجرحى، رفعوا خلالها لافتات تندد بالإهمال والخذلان من قبل الحكومة والتحالف العربي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. ما بين مطرقة الألم وسندان الإهمال يعيش جرحى تعز، ينتظرون الوعود بعلاجهم من قبل الحكومة الشرعية، فعام ونصف لم تعطهم الحكومة خلالها سوى التمنيات. يا رئيس الجمهورية، لقد أصبت بلغم عند جوار النقطة الرابع بحوش الخطيب، وأنا صرت رعي الغنم حقي وحصل لي لغم أثناء ما كان القناص يضرب من بيت الأمين العام. لا حدكم واليوم هذا وتاريخ اليوم هذا يمكن 21/7 أو 20/7، والألم حقي وقع من تاريخ 13/11. الحكومة حقنا ولا حصلت منها أي شيء، وعود هكذا على ولا حصلت منهم أي حاجة.
جراح لم تندمل ومعاناة تتفاقم هي ما جعلت هؤلاء الجرحى يخرجون بهذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بسرعة وضع الحلول اللازمة في ظل تزايد الأرقام المهولة لجرح المدينة المحاصرة. منهم 13433 رجل و896 طفل و671 من النساء، 7000 جريح يحتاج لتدخل جراحي، و535 جريح يحتاج للسفر العاجل لإنقاذهم من الإعاقة الدائمة، 94 جريحا نالتهم الإعاقة، 64 جريحا بترت أطرافهم. ألم وأمل، هكذا كان يعيش هؤلاء الجرحى ويدارون أنفسهم، ولكن اليوم تغير حالهم. ألم وألم يزداد بتزايد صمت الجهات الشرعية وخذلانها. لا زالت الحرب قائمة تصدر كل يوم أرقاما جديدة إلى خانات الجرحى. ليبقى السؤال الأبرز هنا، إلى متى ستظل هذه المدينة وأبناؤها في قائمة الإهمال إذ لم تكن في قائمة المنسيين؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز. دعا المتحدث باسم الجيش الوطني في تعز منصور الحساني الأمم المتحدة لإرسال لجنة أممية إلى تعز للتحقيق في جرائم الميليشيا، وانتقد الحساني مواقف موافقة الأمم المتحدة على إرسال لجنة إلى منطقة الصرار بطلب من الميليشيا وعدم إبدائها نفس الاستعداد حيال تعز المحاصرة التي تمارس فيها الميليشيا أبشع الجرائم منذ عام ونصف بحسب قوله. وأكد المتحدث العسكري ضرورة أن ترسل الأمم المتحدة لجنة تحقيق في كل الجرائم التي ارتكبت في تعز، رافضا أي تحرك يتجاهل معاناة تعز بشكل خاص. وفي تعز أيضا أصيب 7 مدنيين جراء القصف المتواصل الذي تتعرض له أحياء وقرى سكنية. وفي السياق ذاته أعلن المجلس العسكري في تعز مقتل نحو 20 عنصرا من الميليشيا واثنين من أفراد الجيش والمقاومة، فيما أصيب آخرون من الجانبين جراء المواجهات الدائرة في الساعات الماضية. وتركزت المواجهة في الشقب بصبر وفي الجهات الغربية والشرقية من المدينة وفي مناطق ريفية أخرى بالمحافظة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من تعز مراسلنا فواز الحمادي. مرحبا بك فواز، وبداية ما لديك حول المواجهات التي تدور اليوم في المدينة وخصوصا في جبهة الشقب. نعم، نبدأ معك من آخر تطورات الجبهة الأكثر اشتعالا جبهة الشقب في صبر وجبهة العروس، ميليشيات الحوثي وقوات المخلوق ومصحوبا بقصف مكثف على مواقع الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه في دار مزعل وثبت الحصن والنجاده في منطقه. ايضا هناك هجوم اخر يكثف. نعم. هجوم يستهدف مناطق عبدان وبتر ينان من موقع العروس الاستراتيجي في محاولة من الميليشيات على مواقع الجيش والمقاومة في منطقة الشقب. نعم. وتتعرض هذه القرى لقصف عنيف، نزوح الكثير من المواطنين من منازلهم خوفا من القصف العنيف والعشوائي الذي يطال هذه المناطق والقرى من أماكن تمركز ميليشيات الحوثي وقوات المخلوق. نعم، في حبور وثبت الصالحين ومديرية دمنة خدير. نعم فواز، هنالك رداء في الصوت، لهذا س
تكون معنا في تغطيتنا الإخبارية المستمرة. إذن مراسلنا في تعز فواز الحمادي، شكرا جزيلا لك، ونعتذر لرداءة الصوت من المصدر. جددت طائرات التحالف العربي شن غاراتها على أهداف للميليشيا في محافظة حجة. وقال مراسل قناة بلقيس أن التحالف شن ضربات جوية ضد أهداف للميليشيا في حرض وميدي مخلفة خسائر بشرية ومادية. إلى ذلك تدور مواجهة متقطعة بين الجيش الوطني والميليشيا وسط تبادل للقصف المدفعي في حرض. وإلى الضالع، حيث صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة هجوما للميليشيا في أطراف منطقة مريس شمال المحافظة. وبحسب مصادر ميدانية فإن مواجهات أعقبت الهجوم لا تزال مستمرة وخلفت قتلى وجرحى. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. ما يزال الرصاص يطلق في جبهة مريس بمحافظة الضالع ولن تتوقف أصواته، فالمعركة لم تنتهي حتى اليوم. وحين تحول ميليشيا الحوثي والمخلوع التقدم نحو مريس، فإنها بالتأكيد لن تجد إلا أسلحة المقاومين للتصدي لها، كما حدث حين حاولت الهجوم على موقع يعيس الرابط بين مريس وقرية العرفاف المتمركزة بها الميليشيا. كل ما حشدوا أبطل الله سحرهم، كل ما حشدوا أبطل الله سحرهم، هم دائما يغامروا وينتحروا ويذبحون على أسوار مريس بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل المقاومة الأبطال والجيش الوطني. الحوثيون شنوا قصفا عنيفا على قرى مريس من جبل التهامي وناصة أثناء محاولتهم التقدم نحو الأماكن التي تسيطر عليها المقاومة، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في يعيس وبيت مدرة، قتل خلالها 5 حوثيين وجرح 3 آخرون. فيما تقول المقاومة بأن الميليشيا لم تحافظ على الهدنة وما تزال تواصل اختراقها. الحوافيش بشكل عام قوم أصحاب غدر وخيانة، لا يمكن نحن نأمنهم أو ليس لهم عهود أو مواثيق. مدينة دمت الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع شهدت انفجارين متتاليين جوار دار القرآن الذي تتخذه الميليشيا مقرا لها، أدى إلى جرح عدد من المدنيين، لكن تبقى هذه المنطقة خالية من المواجهات بعكس جبهة مريس التي تحافظ على مدنها وقراها خالية من الميليشيا، لتبقى صامدة أمام عشرات المحاولات للدخول إليها كونها بوابة الجنوب. في سياق آخر، أعلن البنك الدولي تقديم منحة لليمن تقدر بنحو 50 مليون دولار. وقال البنك إن مجلس المدراء التنفيذيين وافق على منحة طارئة لمساعدة الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر تضررا من الأزمة اليمنية، وأشار إلى أنه يهدف إلى العمل ميدانيا مع شركاء اليمنيين، حيث سيدعم المؤسسات المحلية وسيستفيد منه أكثر من 60 ألف أسرة يمنية، كما سيتمكن نحو 380 ألف يمني في المناطق المتأثرة بالنزاعات من الحصول على الخدمات الأساسية. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الأمم المتحدة تؤكد بدء أعمال لجان تفتيش لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن. مقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين في تفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية في عدن.
قناة ولا حصلت منها أي شيء. وعود احتجاجات لجرحى تعز تندد بالإهمال المتعمد من قبل الحكومة والتحالف. عروض بحرية ورقصات شعبية في مهرجان البلدة السياحي بالمكلا. أهلا بكم من جديد. كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة رضوان نويصر عن انطلاق أعمال لجنة التحقيق والتفتيش الدولية لملاحقة تهريب الأسلحة إلى اليمن. قال نويصر إن لجنة المشكلة بموافقة الحكومة اليمنية ودول التحالف منحت أكثر من 100 طلب للدخول إلى الموانئ اليمنية، وأكد أنه تم منح تراخيص الدخول بعد التحقق من الوثائق المتعلقة بها والتأكد من الحمولات وهوية ومهن العاملين فيها. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن هناك أكثر من 1,500,000 طفل مصاب بسوء التغذية العام في اليمن. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن من بينهم 370,000 طفل مصابون بسوء التغذية الحاد، مؤكدة أنها تعمل مع شركائها الدوليين والمحليين من أجل إبقاء أنشطة منظمات الصحة والحماية الاجتماعية متواصلة في اليمن. وجددت المنظمة الأممية دعوتها كافة أطراف الصراع في اليمن إلى العمل بمسؤولية لإيقاف كل أسباب الأزمة الإنسانية الحادة في البلاد. إلى حضرموت حيث انطلقت فعاليات مهرجان البلدة السياحي بالمكلا بمشاركة رسمية وشعبية واسعة. ويأتي انطلاق المهرجان بعد توقفه لخمس سنوات وسط إجراءات أمنية مكثفة. مراسلنا محمد اليزيدي والتفاصيل. يحاول سكان المكلا خلع عباءة الحزن التي اكتسوها جراء التفجيرات الدموية التي شهدتها المدينة مؤخرا، وذلك من خلال تجاوز تلك الحوادث والمضي قدما وإعادة إحياء احتفالاتهم ومهرجاناتهم الشعبية من جديد، حيث يحتفل الأهالي بإحياء مهرجان نجم البلدة السياحي. منذ أن تأتي مهرجانات البلدة والكل كنا صغار، نحن كنا ناتي كلنا بهذا، وكان الكبار برضو كانوا يراعون نحن في عملية مشاهدة الناس اللي الأطفال في حالة أي حد ينزلك من البحر ولا يطلع عنده شيء من هذا، فيكونون كنا أطفال بهذا الشكل، كنا نمرح زي ما تشوفون الآن أولاد المنطقة هذا أولاد أحياء المكلا. المهرجان الشعبي والذي يأتي هذا العام في نسخته السادسة جاء بعد توقف قسري دام لخمس سنوات جراء الأحداث التي عاشتها البلاد، ويشمل هذه المرة إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية والتراثية والرياضية والاستعراضات البحرية والرقصات الكرنفالية الشعبية وإقامة الحفلات الغنائية التي افتقدها سكان المدينة خلال العام المنصرم. رغم أن تفجيرات الأمس خلفت وراءها العديد من التساؤلات حول مدى سلامة الوضع الأمني في المكلا، إلا أنها وفي ذات الوقت أثبتت مدى اليقظة والجاهزية التي يتمتع بها أفراد الحزام الأمني للمدينة. السلطات الأمنية والجيش في المكلا وبقية مدن الساحل بدأت بتنفيذ خطة أمنية جديدة لتأمين المهرجان وفعالياته، حيث انتشرت دوريات الشرطة بشكل مكثف في الشوارع وإقامة نقاط التفتيش الدقيق للوافدين إلى مواقع الاحتفال ونشر لقوات خفر السواحل. أود أن أؤكد أن قيادة المحافظة وجيش النخبة
وأفراد الأمن، نحن يوما عن يوم نبسط الأمن والاستقرار والسكينة بين أهلنا وجميع أبناء المحافظة. ويأمل أهالي المكلا أن تساعد عملية إعادة إحياء هذا المهرجان، والذي كان يحظى سابقا بزوار من داخل البلاد وخارجها، في عودة النشاط السياحي الذي تفتقده حضرموت منذ سنوات عدة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: مقتل 4 جنود وإصابة 6 آخرين في تفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية في عدن. الحكومة حقنا ولا حصلت منها أي شيء. احتجاجات لجرحى تعز تندد بالإهمال المتعمد من قبل الحكومة والتحالف. عروض بحرية ورقصات شعبية في مهرجان البلدة السياحي بالمكلا. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نلقاكم على خير.